أعبدك بفرح يا ربي، جاي قدامك أسكب قلبي. ربي أعبدك بفرح، أمجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة. ربي أعبدك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، أشهد إنك رب عظيم، إله صالح أب رحيم. وأعبدك بفرح في بيتي ومع أولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوة من حياتي أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح. يا سلام العالم، امنح عالمنا سلام، صرنا نعيش في عالم عايش حياته أحلام. يا سلام العالم، امنح العالم سلام، صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام. واللي مشردين صاروا بالملايين، واللي مشردين صاروا بالملايين. من غيرك يسمع الصلاة ومن غيرك يعين، صعب الأيام مر الأيام. يا سلام العالم، امنح العالم سلام، يا سلام العالم، امنح العالم سلام، صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام. يا سلام العالم، امنح العالم سلام، صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام. يا راحة المتعبين ورجاء اللي ما عنده رجاء، أعطي عالمنا شفاء. يا راحة المتعبين ورجاء اللي ما عنده رجاء، عزي كل المحزونين وأعطي عالمنا شفاء. والكل يعرفوك وحدك يطلبوك، يا رب يسوع المسيح في الشد يلاقوك، مداوي الأوجاع وشافي الألام. يا سلام العالم، امنح العالم سلام.
أنت الله محبي وإرادتك ولا واحد يضيع، والبعد عنك غربي لأنك وطن الجميع. أنت الله محبي إرادتك ولا واحد يضيع، والبعد عنك غربي لأنك وطن الجميع. لا دول ولا حدود ولا جنود، لا دول ولا حدود، لا حروب ولا جنود، على مكفو الجميع محبي فوق الكل يسود. كل الأيام عدالي واحترام، يا سلام العالم منح العالم سلام، يا سلام العالم منح العالم سلام. صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام، يا سلام العالم منح العالم سلام. صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام. يا ربي لمين نروح وعندك كلام الحياة، يا طبيب الجروح وقريب من المعاناة. يا ربي لمين نروح وعندك كلام الحياة، يا طبيب الجروح وقريب من المعاناة. أبونا الحنان محب الإنسان ثابت، ما في عندك تغيير ولا ظل دوران. أبونا الحنان محب الإنسان ثابت، ما عندك تغيير ولا ظل دوران. أفكارك سلام يا رئيس السلام، أفكارك سلام يا رئيس السلام. يا سلام العالم امنح العالم سلام، يا سلام العالم امنح العالم سلام. صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام، يا سلام العالم امنح العالم سلام. صرنا نعيش في عالم عايش سلام وأحلام، يا سلام العالم يا سلام العالم امنح العالم سلام. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في كل مكان عم بتشوفونا فيه اليوم، وبقول لكم سلام المسيح معكم. وإحنا وأنا بحضر في الحلقة اللي اسمها عنوانها اليوم يا سلام العالم امنح العالم سلام، الرب بعت لي ترنيمة وأنا بصلي لتحضير الحلقة من بيت واحد، وبنفس اليوم بيت تاني وبيت ثالث، واليوم الصبح وأنا بصحى عشان أحضر للحلقة الرب بعت لي البيت اللي بيقول يا رب لمين نروح وعندك كلام الحياة، إلى من نذهب وكلام الحياة عندك. يا طبيب الجروح وقريب من المعاناة، نطلبك اليوم يا سيد في عالمنا المضطرب. يا سلام العالم، أنت من هو سلام هذا العالم. جايين في هالحلقة نصلي للسلام، نصلي للعدل، نصلي للمساواة، نصلي أن يعلن الحق، أن يعرف يسوع المسيح ربنا مخلصنا لبقية شعوب العالم ويتحرروا فيه، لأنه هو الحق، واللي بيعرف الحق بيتحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. صلاتنا مش لجنسية معينة، مع أنه في جنسيات تتأذى وموجوعة أكثر من جنسيات أخرى في الوقت هذا، خاصة
أطفال وعرب غزة وعرب ويهود إسرائيل اللي تنين عم بيعانوا نتيجة سياسات الله وحده بيعرف أبعادها والله وحده بيعرف دوافعها، وعم نعاني تداعيات مواقف وقرارات الله بيعرف أبعادها ومداها مصالحها وآخرها، لكن احنا نسلم للأمور. لنا إله حي، لنا إله قدوس. يا رب أنا بشكرك وبعظم اسمك في هالحلقة، أنا وإخواني وإخواتي جايين نسبح ونعظم ونمجد اسمك القدوس ونقول لك يا من أنت سلام العالم، أعطي عالمنا سلام. شفنا وسمعنا كل حياتنا نسمع عن السلام وعالم لسه بيحلم بالسلام، السلام صار مجرد حلم. ولو سألتوني أنا في عالمنا، أنا نفسي صرت أشوفه حلم، مش بس حبر على ورق، كلام أحلام، تخيلات، تهيؤات. لكن لنا إله قادر وصالح وهو سلامنا، واللي اختبره بيعرف أنه ما في سلام إلا في الرب يسوع المسيح، لي شخصياً، لقلبي شخصياً، لحياتي، لبيتي، لدولة اللي أنا عايش فيها، لوطني الصغير، وطني الكبير اللي هو العالم كله، للإنسان اللي قريب مني وللإنسان اللي بعيد، لأنه كلهم إخواني وإخواتي في المسيح وفي الإنسانية. حتى غير المسيحي، إحنا بالذات جايين نصلي لغير المسيحي اللي ما بيعرف عن المسيح، والمسيحي اللي مش عايش المسيح وبيعرف معرفة سطحية زي ما أنا كنت أعرف، وبيعرف معرفة كتابية وحافظ آيات وبيقول آيات وبيقرأ الكتاب وبروح بداوم على اجتماعاته في كل أسبوع، لكن علاقته مع المسيح بعيدة. أعبد الله البعيد، الله تعالى اللي مش حاسس فيه ولا عارف معاناتي، لكن أنا بعبده لأنه يلا واجب وبعمله. لكن يا سيد أنا صلاتي اليوم إلي ولكل الناس اللي هيك، إنه علمنا وعرفنا وقربنا من جلالك فنعرف أنت سلام العالم، أنت السلام الحقيقي، أنت هو سلامنا. بصلي في اسم يسوع لهالطلبة ولكل طلبة تذكر في البرنامج، سواء مني أو على قلب إخواني وإخواتي اللي عم بيتابعوا وعم بيصلوا معي. في اسمك القدوس أضع هذه الطلبات في شفاعة المسيح، وأشكرك يا من تسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين آمين. وأنا بقرأ شوي في الكتاب المقدس في مواضيع تخص السلام، لقيت أنه أعمقها في أفسس 2:14 اللي بيقول لأنه هو سلامنا، بيشرح كيف صالحنا مع الله، صالح الأمم واليهود. ولما نقول الأمم واليهود، اليهود هم الشعب اللي ولد في الرب يسوع المسيح، فأول من آمن بالمسيحية كانوا يهود، صاروا مسيحيين، بعدين انضموا إلهم بقية الأمم، وأصبحنا كل من يؤمن به له سلطان، كل من يؤمن به له قدرة، كل من يؤمن به تغفر خطاياه، لأنه اسمه وقوته وجبروته هو اللي بيعمل هذا الشيء مش إحنا. كل الذين يؤمنون به أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، الجميع. مش مهم وين كنت، مش مهم شو الدين اللي أنت تسمى عليه ومكتوب في هويتك. أصلا المسيحية مش دين، ما أجى الرب يسوع المسيح ليأسس دين، لأنه الأديان كثيرة، ألوف الأديان كانت وما زالت في عالمنا، ألوف الاعتقادات والانشقاقات والانقسامات، لكن أتى ليؤسس علاقة بين الله والإنسان، الوسيط الوحيد اللي شفنا فيه الله محبة، اللي هو سلام العالم. في مزمور 4:8 بيقول بسلامة أضجع بل أنام، لأنك أنت يا رب منفرد في طمأنينة تسكنني. اللي صلاتي إليك اليوم يكون فعلا في حياتك الرب هو المنفرد، من تعبد، من تسلم أمورك إله، من يسكن نفسك، من يهدي أمورك، من يعطي قلبك سلام. مزمور 29 بيقول الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. وزي ما قلت شعبه، الدعوة للجميع أن يكونوا هذا الشعب اللي بيجي
بيقبل عمل الرب يسوع المسيح فيصبح شعبا يعتز بهذا الشيء، أنه ينتمي لأعظم أعظم الأسماء وأجل وأعلى الأسماء، تبارك اسمه الله. الرب يبارك شعبه بالسلام عشان يقدر يتمتع بالسلام. مزمور 85 بيقول الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. وهذا شيء ما بصير إلا بالرب يسوع المسيح اللي شمل كل الرحمة وكل الحق، كل البر، كل السلام. مبارك اسمه القدوس. في سفر أشعياء، طبعا قبل الرب يسوع المسيح في العهد القديم ب700 سنة وشوي، في 9:6 بيقول نبوءة، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. شوفوا إذ من صفات الله رئيس السلام، قديش السلام شيء مهم، وقديش العالم يفتقد للسلام. احنا نفكر انه السلام هو غياب الحرب، صح منقول هيك انه في حالة سلام، لكن السلام مش حتى في وسط الحرب وجود الله في حياتي بيجعلني اشعر في سلام. مبارك اسمه القدوس. في رسالة الى اهل روميا 10:15 بيقول ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. لما بتبشر الناس وبتحكي لهم عن خلاص يسوع، الرب نفسه يطوبك بيقولك ما أجمل، يا بختك يلي تسعى للسلام، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، زي ما قال الرب يسوع المسيح له المجد. فجايين بهالحلقة نطلب رب السلام ورئيس السلام إله السلام. وحابب لما أبدأ أصلي بركة لحضراتكم اللي وردت في سفر العدد الإصحاح السادس الآيات 24-26. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. سلاما، وهي صلاتي لكم، ودائما بحب تحية سلام المسيح، لأنه لما تقول سلام المسيح أنت شملت كل سلام يمكن أن تتمنى لإنسان بتحبه. بتقول له سلام المسيح يعني لك كل السلام، لك سلام الله. مبارك اسمه. ويمنحك سلاما،
يمنحك سلاما، يمنحك سلاما، يمنحك سلاما. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، يمنحك سلاما، يمنحك سلاما، يمنحك سلاما، يمنحك سلاما، يمنحك سلاما. الرب يمنحك سلاما. مبارك اسمه من يمنح السلام. ومن لما كنت في أغلب شغلي كان في الموسيقى، وما زلت هلأ أنا إذا بعمل محاضرات في الجامعات وإشي دائماً بذكر بلادي وبذكر الدول العربية في موسيقتها وفي رقي شعبنا وعاداتنا الحلوة. ومن الأشياء اللي كانت أغنية روحية زمان بعت لي يا رب، كنت في كونسرت فيها فلسطينيين وفيها يهود، الشعار نصلي للسلام، وزي ما قلت كل العالم يئن في بعده عن الله، كل الخليقة تئن في بعدها عن الله وفي قلة السلام نتيجة لهذا البعد. فرب بعت لي هاي الكلمات اللي كنت بصلي فيها قبل ما تصير الكونسرت بالذات، وبقول له بدي الناس تقول إشي معي وتقول سلام سلام يا رب السلام. هل كافي إنه أنا إذا صليت للسلام يصير سلام بالعالم؟ مهم جدا أصلي للسلام ورح أضل أصلي للسلام، لكن برضو أقول الحق وأسعى للعدل وأناصر المظلوم وما أسكت على شيء غلط بصير في عالم أنا عايش فيه، وما أتبع مصلحتي فوق ما يعلمني الكتاب المقدس من تعاطف مع من يحتاج التعاطف في الفرح وفي الحزن. الرب ساعدني، أنا بقول مثاليات كتير وأشياء كتيرة، لكن الله يعلم أنا بشتغل عليها. في كل مرة بقعد بصلي بقول له يا رب علمني، ولو لاحظتوا أغلب ترانيمي علمني، علمني أشوف الناس بعيونك وعلمني أحب الناس أبدا مش لأني أنا بتعالى ولا أحسن من غيري، يمكن أنا أكتر واحد محتاج أتعلم هالأشياء، علشان هيك الرب يضعها أماني ليعلمني أولا، مش لأوعظ غيري، لكن لو قدرت أنا أعيشها فعلا بقدر أكون مثل لغيري وأقول لك أقدام المبشرين بالسلام، مش بس اللي ماشيين يقولوا سلام، لكن الساعيين من يذكر الحق والرحمة والعدل وعدم الظلم والاحتلال والاغتصاب، اللي هو كله يتجسد في كلمة واحدة، يتجمع في كلمة واحدة، الرب يسوع المسيح له كل المجد. حبيبي إلهي ربي مخلصي، بعيش كل حياتي شاكر، لأنه لولا إني عرفته ولولا وجوده في حياتي كان كلمة سلام فعلا ضلت حلم
ويمكن تضل حلم في العالم، لكن في حياتي لا، لأنه في حياتي يوجد سلام حقيقي في الرب يسوع المسيح. فتعالوا نصلي للسلام ونقول له سلام سلام يا رب السلام. من أول ما جينا وفي هالدنيا ربينا ومنسمع بالسلام، وكبرنا وعينا ولسه أهالينا عم تحلم بالسلام. من أول ما جينا في هالدنيا ربينا ومنسمع بالسلام، وكبرنا وعينا ولسه أهالينا عم تحلم بالسلام. سلام 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 يا رب السلام، سلام سلام يا رب السلام. السلام يا رب السلام يا رب يا رب يا رب السلام. سلام سلام يا رب السلام، سلام سلام
يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام. أنا قلبي موجوع على الناس اللي بعيدي يسوع يسوع ما في إلا يسوع بيعطي حياة جديدة. ما هو السلام رئيس السلام ملك السلام إله السلام رب السلام سلام سلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام. آمين يلي بتعطي سلام. ونكمل صلاة والترنيم اللي جاي منقول له طالبين سلامك يا رئيس السلام. يملانا سلامك، لما يملانا سلامك يا رب يكفي، بيغني عن كل شيء. طالبين حضورك في حياتنا، طالبين ملكوتك. استجب يا رب، وإحنا بنسمع الفيديو تعالوا نصلي مع بعض ونقول له طالبين سلامك يا سيد. سلامك يا رئيس السلام يطمنا كلامك ويملانا سلام. سجدين أمامك يا عالي مقامك يا رب السلام يا رب السلام سلام 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 سلام. بصلواتنا جينا نتواضع ونتوب، احنا دعينا شعبك يا محبوب. تحنن علينا واشفي أراضينا يا إله السلام يا إله السلام
سلام 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 طلبي ملكوتك وكل شيء يزاد يكفينا وجودك وميراث الأمجاد واثقين في جودك وبصدق وعودك تركت لنا سلام يا ملك السلام سلام 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 عربي يهودي في الآخر إنسان والعدل مفقودي ما بيعيشوا بأمان حبك يجمعهم وخلاصك يرجعهم يعيشوا بسلام يا ملك السلام سلام 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 في إنجيل يوحنا 14:27 رب يسوع المسيح بيعطي سلامه للتلاميذ بيقول لهم سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وهذا اليوم الشيء بقرأ أنا وبشوفه أنه الرب يسوع المسيح بيقول لي بيقول لك اليوم سلاما أترك لكم. اعرف السلام الحقيقي، صلي يملى حياتك السلام الرب يسوع المسيح، ومش كلمة بتنقال ولا ترنيمة بتنحكى وعابرة وخلص، حياة تعاش أحاول أعيشها أتشبه فيها في هذه الصفات اللي ما حدا بيوصلها، هي صفات كاملة لأنه هو الله. إحنا نتكلم عن الله تبارك اسمه، لكن أعطانا القوة وأعطانا القدرة إنه نسعى لنشابه، نسعى لنتمثل في هذا الرب العظيم. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. حبيت أتغنى في هالآيات وأنا فعلا بتعزيني وبتملأ قلبي سلام، خاصة في الظروف اللي احنا بنمر فيها في عالمنا. سلاما أترك لكم. أترك لكم سلامي أعطيكم سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام 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 أترك لكم سلامي أعطيكم
سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلاما سلام. فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سلام 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 سلام. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام سلام. فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سلام 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 سلام. فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سلام سلام سلام. والسلام اللي بيعطيه الرب هو سلام يفوق العقل، يفوق فهمنا إدراكنا وتصورنا لمفهوم كلمة سلام، لأنه ما بيعرفه العالم، ولما بيعرفه العالم بيعرف السلام. مبارك اسمه القدوس، سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول. وبارك اسمك، وبارك اسمك.
الله سبته لينا مش زي العالم في الدينا، ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبته لينا مش زي العالم في الدينا، ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. أمين يا سيدي. منتابع الصلاة للسلام، منتابع الصلاة للعدل في العالم. منقول لك زي الترنيمة جاي زي الفيديو جاي، يا ربي سلامك. الإنسان تعود على القسوة، مناظر صعبة عادي بتنشاف، عودونا على مناظر القتل والدم وكأنه شيء طبيعي، وهذا الشيء اللي الرب غيره في الإنسان، في إنسان، في تطور الإنسان من العهد القديم للعهد الجديد، تطور فهم الإنسان للعلاقة مع الله أكثر وأكثر. كانت الحروب، الكتاب يذكر حروب دموية في العهد القديم، شعوب بدائية تتعرف على الله وتتكون وتبني علاقة مع الله، إلى أن جاء ملء الزمان وأتى ملء اللاهوت وأتى الرب يسوع المسيح وفهمنا وعلمنا وتمم وكمل وعلمنا أنه حروبك مش مع لحم ودم، حروبك مع أجناد الشر بالعالم. لو عندك حرب، لو عندك محاربات هي روحية، اسعى للسلام مع أخوك، لأنه حربك مش مع أخوك وأختك، حربك مع من في العالم من أفكار شيطانية، من توجهات شريرة تبعد عن الله. وصاروا ناس يعيشوا بهالمفهوم شوي بشوي بشوي، وعنا أمل أنه تتغير الدنيا وصير سلام وترتقي. وشفنا كتير دول زي اللي بنشوفه في الغرب أكثر من عندنا للأسف، رقي في التعامل وفي حقوق الإنسان وفي كل هالأمور. وإحنا بصلي لدولنا كلها العربية، لأنه أنا بعرف قديش شعبنا طيب وقديش نسعى لكي كل يكون عنده حق كإنسان، يكون عنده احترام كشخص عايش ككائن موجود في مجتمع يحترمه ويحترم حقوقه. ولكن بنشوف الأمور عم تتراجع في بعد الناس عن الله، ونرجع وصار يورجونا مشاهد دموية. يمكن ما كتب في العهد القديم لا يساوي شيء ويعجز، بكفي القنبلة الذرية اللي سمعنا عنها في هيروشيما، بكفي ما يحصل الآن مجازر للأطفال وشعب بريء في غزة، بكفي ما التفجيرات اللي بنسمعها والهجوم اللي بنسمعه، صعب جدا. وتطورنا بالأسلحة كتير، وكأنه رجع فينا الوقت ورجعنا إلى شوي شوي لنرجع لإنسان الكهف اللي بياخد حقه بإيده بعيدا عن الله. يا رب ارحمنا من واقع إحنا صرنا عايشين فيه، ما بدي أقول فرض علينا لأنه إحنا سكوتنا جزء من هذا الواقع. ساعدنا لنسكت على الحق، نطالب ونصلي ولا نسكت في التحدث عن حقوق الناس في الحرية والكرامة وعدم استعباد البشر. يا ربي يا ربي سلامك. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب أنا الإنسان اتعود على القسوة، مناظر صعبة عادي بتنشاف، والعدالة مع القوة والظلم تنوع والإرهاب أصناف. يا رب عدلك العالم محتاج لك، علمنا نتواضع نتوب ونرجع لك ونتبع كلامك
يا رب يا رب سلامك يا رب يا رب سلامك. الحروب أخبار يومي، قتل وتشريد دمار وأهوال، العالم باع الإنساني وما في رحمة حتى للأطفال. يا رب عدلك العالم محتاج لك، علمنا نتواضع توب ونرجع لك ونتبع كلامك. يا رب يا رب سلامك يا رب يا رب سلامك. وكل روح عندك مهمة، والإنسان قبل الوطن والأديان. يا ربي أعطينا نعمة، برحمتك رجع الإنسان إنسان. يا ربي عدلك العالم محتاج لك، علمنا نتواضع نتوب ونرجع لك ونتبع كلامك. يا رب يا رب سلامك يا رب يا رب سلامك. والإنساني ماتت وضاع الفرح من كتر الألم والآه، لما الخطيئة زادت وقلت في قلوبنا مخافتك يا الله. والإنساني ماتت وضاع الفرح من كتر الألم والآه، لما الخطيئة زادت وقلت في قلوبنا مخافتك يا الله. يا رب عدلك العالم محتاج لك، علمنا نتواضع نتوب ونرجع لك ونتبع كلامك. يا رب يا رب سلامك يا رب يا رب سلامك. يا رب عدلك العالم محتاج لك، علمنا نتواضع نتوب ونرجع لك ونتبع كلامك. يا رب يا رب سلامك يا رب يا رب سلامك يا رب سلامك. آمين يا سيد وسط الحيرة والتوهان، خلي عينينا يا رب عليك، عليك وحدك يا سيدي.
وسط الحيرة والتوهان، خلي عينينا يا رب عليك، ثبتنا فيك مهما كان، يفضل كل رجانا فيك وسط الحيرة والتوهان، خلي عينينا يا رب عليك، ثبتنا فيك مهما كان، يفضل كل رجانا فيك، يفضل كل رجانا فيك، وكل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما في سلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، كل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما في سلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، وسط الصعب تشق طريق تفتح لولادك ابواب، لا تعوزهم خيف الدين ولا احسانك عنهم غاب، ولا احسانك عنهم غاب، وكل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما بسلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، كل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما بسلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، يبقى ازاي نجزع ونخاف واحنا بسترك محميين، ده اللي انتظرك عمره ما خاب، وصلاحك تشهد له سنين، وصلاحك تشهد له سنين، يبقى ازاي نجزع ونهاب واحنا بسترك محميين، ده اللي انتظرك عمره ما خاب، وصلاحك تشهد له سنين، وصلاحك تشهد له سنين، وكل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما بسلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، كل اللي عليك متكلي تحفظهم دايما بسلام، برعايتك يا راعي امين تكفيهم شر الايام، تكفيهم شر الايام، تكفيهم شر الايام. أمين يا سيدنا الرب، نسلم كل أمورنا إليك، نسلم عالمنا بين إيديك ونقول لك يا سلام العالم، امنح العالم سلام، ابدأ التغيير فينا أولا، علمنا أن نكون جنود للحق، جنود للعدل والمساواة، وجنود للسلام، نصلي ونعمل لسلام العالم. رب أنا بشكرك لأنك قريب جدا من كل طلبة صلاة طلبت فيها الحلقة، ومن كل معاناة ومن كل صراع بمر فيه أي حد من خليقتك، الناس قريب كتير على قلبك، وبهمك أمر كل إنسان وكل نفس غالي عليك. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب الصلاة، ولأنك دايما دايما معنا في كل الأحوال. في اسم يسوع بصلي لكل الطلبات اللي طلبت، وأعطيك كل المجد والإكرام يا من تسمع وتستجيب. آمين آمين. أحبائي لغاية ما نلتقي نتابع الصلاة للسلام في العالم، وصلاتي سلام العالم يملاكم، يملأ قلوبكم وحياتكم وبيوتكم بسلامه، سلام المسيح.